هذه مصالحة بتعني كل اللبنانيين، مصالحة وطنية بامتياز. إذا بتقلي أنت شو تاريخ حياتك، أول كلمة بتجي ببالي وطني دائما على حق. الأدمي صار كلمة مرادفة لمعدة، ما بيطلع منه شيء. نحن الحمد لله بعدنا بنجمع الأدمي واللي عنده عنف وين بنفس الوقت. النايب طوني فرنجية ضيف جورج صليبي بالحلقة الأولى من برنامج وهلأ شو الأحد 9:30 المساء على الجديد